يسكنوا فيها يا اخوانا. كده الميه ايه اللي مولود يسطو هنا؟ اجي نوريك. شفت المشي ده كده؟ لا شفت المشي ده. اوصل البلد ده. هذه تسكن عبده دي هاك اخويا. لا ما تسكنش. انا مولود هنا لكن ما عادش تسكن، ما عادش تسكن. شوف الدار قبل. المية ديما طالعه من تحت القرعه، لا فيه زيقوم. زيقوم ما ثماش، واطي يعطيك الصحه، زيقوم ما ثماش. زيقوم ما ثماش، مش يخرج الماء، ما عندوش من يخرج. فهمتني؟ هذه عندي تو 10 ايام مفرغ فيه الماء هذا وما حابش يفرغ راه. فهمتني؟ نشكي على النظافه، نشكي 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 خويا شيء لا يسمعني حد. فوزي بن عياد. تسكن هنا انت؟ اي. انا مولود هنا في سلمقه. فهمتني؟ مولود البوعه جده هنا، فهمتني؟ عمرنا كله خرجنا حاولنا نلحوم هنا. علاش الوضعيه هكا؟ فما ما فما وناس فما تربه فما اهمال كبير اخويا، بالمسؤولين هنا في القيروان اهمال كبير. ما تلوش بيه ما يجيك حد ما يسالك حتى حد. اش تستحق ما تستحقش فهمتني؟ حتى المراه نتاعك ليه؟ مرتي 7 سنين تخدم دون مقابل هنا في اليوم سحنون. نظف القبه، كان القبه لبرا اخويا ما تنجمش، الحشيش والكل ما تنجموش فهمتني؟ شو نقول لك والله العظيم انا اخويا نتمنى من السلطات اخويا يقفوا معايا ويعاونوني، انا مستعد يصلحوا. شفت الدار الداخل انا مستعد اخويا نحول ونسكن فيه ونتلاهى بيه اكثر من هكا، ورغم اللي ما عندي حتى مقابل فهمتني؟ نساء جاو اخويا قال لك هذيك ما نجموش نظفوها، الشيله هذيك شيله سهله لو كان خدمه سهله فهمتني؟ الصعيب ما ينجموهاش. تمشي مسؤول اخويا يقول لك ما عندي ما نعمل لك، ما عادش تجيني فهمتني؟ معناتها بالحق اهمال كبير. يعني نتمنى اخويا يوصلوا لي صوتي السيد وزير الشؤون الدينيه، السيد رئيس الدوله اخويا، خلينا نتلاقوا اليوم سحنون راهو مش يضيع. وقت تشوف اخويا شوف المنظر قدام المقام كيف هو مصب نتاع الزبله، البلديه هي اللي تصب هنا في الزبله، مش تلوم على البلديه. كل شيء موجود، انا قلت كل شيء موجود هنا في البلاصه هذه، كل شيء موجود. ما عادش فساد كل شيء، اذا كان ما تقفش وما تلهاش راه كل شيء مش يصير اكثر من هكا. البان يكشف من الماء. الماء من تحت القاع فهمتني؟ هذا كل طالع من تحت القاع الماء. قلت لي 7 ايام وانت تخرج في الماء وشيء. 7 ايام خويا ونفرغ في الصدار من المطر الاخرانيه ولتوا لا فرخ. لتوا الماء لحزه. وكل يوم نجي قبل شقل فتره نخدم الموتور ونبيته يخدم ونلقى نفس الحكايه. فيه الماء برشا، فيه نابه قويه لوطه في الماء اللي تعبى فيه ساعه نصب اقل مطر نغرقوا، لوناس ما ثماش منيش يخرج الماء، ما ثماش، يلزمك الماء تفرغوا تهملوا في الشارع. حسيتك لغايتك اكثر من داري، صدقني قسما بالله اكثر من داري، والله مولود فيه، داري كنت تجار اي حاجه ما تغيظنيش، اما اللي يمسحنوني يغيظني، ما نجمش نحبش نسلم فيه، خاطر علاش؟ انا الوالد قبل ما يتوفى وصي فيا، ما وصلني حتى شيء، لا وصلني لا قال لي امك لا مرتك لا شيء، قال لي فوزي اللي يمسحنون ما ضيعوش. قلت له ان شاء الله باللي نقدر، ما طالب حتى شيء، والله قسما بالله العظيم موجوع منه لدرجه مش عاديه والله. الحقيقه مشينا صورنا الامام سحنون، شفنا الوضعيه نتاعو، فما ما في وسط الواحد، فما فضلات، فما اوساخ، فما اعشاب طفيليه، لو كان تعطينا القيمه نتاع الفقيه امام سحنون وتعطينا فماش يعني امكانيه للترميم او صيانه او حاجه كما هكا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بداية وزارة الشؤون الدينية كعادتها دأبت على الاعتناء بالمعالم الدينية وبمقام وأضرحة علمائنا وصلحائنا بالقيروان وفي تونس بأكملها، من بينها ضريح الإمام سحنون الذي يعد علما من أعلام القيروان، له صيت ذائع في المغرب العربي وفي مشرقه باعتباره مؤسس المذهب المالكي بمدينة القيروان، وهو الذي عول عليه الكثير في انتشار هذا المذهب ببلدنا القيروان. الإمام سحنون ضريحه يعتبر ملك من أملاك الدولة، وقد حرصت وزارة الشؤون الدينية على تخصيص هذا الضريح للتمكن من العناية به وصيانته وترميمه، وقد تواصلنا مع الوزارة والإجراءات حثيثة ومتواصلة في اتباع التراتيب الجاري بها العمل لكي يخصص هذا الضريح لدى وزارة الشؤون الدينية للعمل على تلافي هذه النقائص باعتباره مقصدا يقصده لا سيما من المغرب العربي، من موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وكذلك من الشرق، حيث يعمدون عند زيارتهم القيروان لزيارة هذا الضريح، يترحمون على هذا الرجل العالم الفقيه والفاضل الذي له صيت ذائع في انتشار المذهب المالكي بمدينة القيروان وبتونس. لذلك نرجو أن تكلل هذه الإجراءات وهذه الأعمال بتتويج تخصيص هذا الضريح فئة الوزارة للتمكن من العمل على صيانته وترميمه حتى يكون مزارا يزوره الناس من كافة أقطار المسلمين. البلدية إن شاء الله تعمل على إزالة بعض الأوساخ المحيطة بالجامعة للتمكن بشأن يكون معناها في حالة حسنة عند الزائرين له، في انتظار أن يقع تخصيص هذا المعلم للتمكن من القيام بجميع الإصلاحات اللازمة من قبل وزارة الشؤون الدينية.